بتوجيه ومتابعة من قبل المتولي شرع العتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي، وانطلاقا من نظرية إيجاد الحلول دون البحث عن سبب المشكلة، افتتحت الأمانة العامة للعتبة المطهرة معملين لإنتاج غاز الأكسجين في مستشفى الحسين عليه السلام التعليمي بمحافظة ذي قار، بعد المناشدة التي أطلقها الأطباء فيها بسبب نقص الأكسجين وتفاقم الحالات الحرجة لمصابي جائحة كورونا. بعد وصول مناشدة من إدارة مستشفى الحسين إلى سماحة السيد المتولي الشرعي، وجه سماحته بتشكيل وفد لزيارة مدينة ذي قار والوقوف على أصل المشكلة والمساعدة في حلها. فكانت أصل المشكلة أنه في هذه المستشفى توجد منظومة قديمة، هذه المنظومة تعمل بالسائل، السائل يستورد من خارج العراق، فهذا سبب أزمة لعدم ورود المنتوج، فسبب أزمة إلى المحافظة. فعملنا على معالجة الموضوع من الأصل، وهو توفير منظومة لا تحتاج إلى سائل. سارعت العتبة العباسية متمثلة بالمتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دام ظله بتجهيزنا بمعدات بأكسجين، وذلك من خلال إرسال الصهاريج وقنان الأكسجين، وكذلك مثل ما ترى خلفي نصب معامل للأكسجين، معملين التي سوف تحل مشكلة كبيرة في تجهيز الأكسجين لهذا المستشفى وممكن للناصرية بصورة عامة، وهذا حل تقريبا جذري يعني لمسألة الأكسجين. معملان حديثان من مناشئ عالمية نصب من قبل الملاكات الهندسية في العتبة المقدسة، إذ يعمل كل واحد منها على تحويل الهواء الطبيعي إلى الأكسجين الذي يستخدم في إنعاش المرضى والمصابين بسعة 18,000 متر مكعب لكل واحد منهم، إذ سيعمل على سد حاجة مستشفيات محافظة ذي قار في الأيام القادمة. كانت المناشدة لتوفير عدة الوقاية والأدوية والمستلزمات وقنان الأكسجين والمعقمات، وكذلك وقفنا على مشكلة الأكسجين وتوفير الأكسجين، وكانت هنالك حاجة ملحة من العتبة المقدسة بتوفير معامل أكسجين، اللي جئنا بهذه الزيارة الثانية لتنصيب هذه المعامل لتوفير الأكسجين إلى أهلنا في ذي قار العزيزة. المعمل الأكسجين هو عبارة عن منظومتين مربوطات على التوازي. السعة الكلية للمعمل هي 36 متر مكعب، لكل جزء 18 متر مكعب. منشأ المعمل هو إيطالي زين، والتكنولوجيا المستخدمة هي تكنولوجيا PSA اللي تستخدم، اللي ما تحتاج لا غاز سائل ولا مواد استهلاكية. مبادرة لاقت استحسان القائمين على دائرة صحة ذي قار، اتقدموا بشكرهم الجزيل إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة لما تقدمه من مشاريع داعمة وساندة، واصفها بأنها الرئتين الذي يصل من خلالها الأكسجين إلى الجسم لديمومة الحياة.